الإعلامي أقول كيف ينظر له؟ أقول لك بكل الصدق والصراحة، أمضيت 41 عاما في الإذاعة المصرية و30 عاما في التلفزيون المصري، وأحسست أن الإعلام كاذب في كثير مما يقول، وأن الذي جعلني مستمرا وأواصل رسالتي أني كنت بعيدا عما يسمى بالتعليقات السياسية والأخبار والبرامج الموجهة والهجوم على الخصوم والحملات الإعلامية التي تشنها الدولة بمناسبة وبدون مناسبة، لأني كنت مهتما بالشأن الثقافي كما يقال، لم أدخل في هذا المجال واستمررت، لكن كنت أرى عن قرب كيف تطبخ الأشياء وكيف يدس الأمر وكيف تلجأ الأنظمة إلى حيل لتكذب بها على شعوبها. وكنت أردد دائما ما قاله شوقي في مسرع كليوباترا: اسمع الشعب ديون كيف يوحون إليه، ملأ الجو هتافا بحياتي قاتليه، يا له من ببغاء عقله في أذنيه، أثر البهتان فيه وانطوى الزور عليه. الله.